مما رجانا الملك عبد العزيز للإبل وفي جناح رئاسة أمن الدولة. تعالوا نأخذكم في جولة في أقسام هذا الجناح. يتكون جناح رئاسة أمن الدولة من 8 أقسام. هذه الأقسام بمشاركة الكثير من القطاعات في رئاسة أمن الدولة. الحمد لله المملكة اليوم رائدة في صناعة الأحداث والفعاليات ورعايتها، أصبحت أيقونة بل أنموذجا عالميا، يعني لعل إكسبو 2030 خير دليل على ذلك. مهرجان الملك عبد العزيز للإبل يأتي امتداد الحراك الثقافي والتنموي اللي تشهده المملكة. هذا المهرجان الذي يكرس لموروث عزيز وغالي وله مكانة في نفوس أبناء الوطن. اليوم رئاسة الدولة تشارك في هذا المهرجان إيمانا منها برسالتها ودورها كجزء حيوي وفاعل في دعم المجالات الثقافية والتنموية وإيضاح جهودها ودورها تحقيقا من مبدأ التواصل مع المجتمع وما تقدمه من إرساء الأمن وخدمات للمواطنين، إضافة إلى تعزيز مفهوم التكامل بين المجتمع والمواطنين من خلال نشر التوعية والمعرفة الأمنية. هذا قسم المباحث العامة، وهذه اللوحات وهذا الإبداع كله كان من أعمال وتصاميم النزلاء في السجون. في هذا القسم يتم عرض الكثير من المضبوطات التي تمكن رجال الأمن من القبض على من كان بحوزته هذه المضبوطات. لقناة الإخبارية عبد الله القث الصياد.